ولكن عندنا مواجهة أو مدير فني لفريق الترجي راد الجعيدي، وطبعا كان له حوار عن فكرة. احنا فاكرين السنة اللي فاتت، البطولة اللي فاتت، كان كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول ايه، لسه لينا حاجة عند الترجي عاوزين نجيبها. طلع بقى ان الجملة دي انتشرت في افريقيا ووصلت للكابتن راد الجعيدي لما اتسأل عاوز يقابل مين في بطولة دوري ابطال افريقيا البطولة القادمة. نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعقب. تشامبيونز ليج والكوب دي موند كلوب ان شاء الله. التشامبيونز ليج اللي تحكي عليها بنسالوك عليها، شكون المنافس اللي تتمنى تقابله في التشامبيونز ليج؟ ما نعرفش اذا حتى كنقولوا احنا من الباركور ان شاء الله علاش ليه في الفينال تكون موجود انت، ما نعرفش مش شكون الفريق اللي تتمنى انك تكون موجود في منافسته في التشامبيونز ليج الجاي. تحب تقابله، حاجتك بيه من الاخر. الهلال المصري. الاهلي. الاهلي سامحني. الاهلي المصري. الاهلي المصري. ما عندك حاجه هكا في قلبك من الاهلي المصري؟ ما نعرفش من فما حاجه تخليك تحب تلعب مع الاهلي المصري. سي لو كاليبر، سي ليسبيرونس، معناتها ليسبيرونس في النيفو هذاك اون دوا معناتها كونفيرمي. دونك اذا اسمعني اسمعني، دومي فينال عامنا وقعدت لك في قلبك. بون سي ديفيرون، مانيش كنت متفرج وحتى في المومون هذاك نتفكر جو غادي لو ماتش تكنيكمون. دونك فينال كونتر الاهلي المصري ونربحوه، دونك سي لو توب. طبعا اللهجه التونسيه الجميله، ولكن حابين نوضح. هو الراجل بيتسال انت يعني طموحاتك ايه مع فريق الترجي؟ قال ان انا احصل على دوري ابطال افريقيا الموسم القادم وكاس العالم للانديه. طبيعه طموحات مشروع لاي مدير فني، لكن لما تسال انت شايل حاجه في قلبك من النادي الاهلي، قلب الطبيعه كمتفرج يعني حزنت جدا ان انا خرجت على ايد النادي الاهلي، خاصه في نصف النهائي ذهابا ايابا، وان هو بيتمنى وهو بيحقق البطوله دي يواجه النادي الاهلي في النهائي عشان يحقق البطوله على حساب النادي الاهلي. وانا طبعا مع كامل احترامي للكابتن راد الجعيدي ومع كامل احترامنا لجماهير الترجي التونسي ولو فريق الترجي التونسي، اعتقد هيكون صعب جدا لو الترجي واجه النادي الاهلي في النهائي او في اي ادوار اقصائيه، لان اعتقد انا لو مشجع للترجي من التاريخ كده هحاول ابعد عن النادي الاهلي. انا بشوفه تصريح ذكي جدا من راضي الجعايدي، فكره ان انا على استعداد ان انا اقابل الوحش، وطالما انا على استعداد اقابل الوحش فلو قابلت اي فريق تاني انا مؤهل، لو قابلت الوحش نفسه بقى انا وحظي. ولكن على فكره بس عشان جمهورنا جمهور الترجي طبعا بنحترم، احنا بينا علاقات بينه جيده، وانا عايز اقول ان على مدار اخر 10 سنين او اخر 15 سنه يعني في رأيي الديربي بتاع أفريقيا حرفيا هو الأهلي والترجي، وأكتر مباريات أنا استمتعت بها فنيا وتكتيكيا وعلى كافة المستويات كانت مباراة الأهلي والترجي، الفريقين اللي بيقدموا وجه جميل جدا للكرة الأفريقية. وأنا بشوف لولا وجود الترجي كان القصة هتبقى الأهلي لوحده، يمكن الترجي بيحاول، ولكن أنا عايز أقول إن تصريح بشوف فيه ذكاء، بس زي ما قال لكم أسامة، لأ لو جيت في وش الوحش ان شاء الله الوحش هيكون. بس انت قلت لولا وجود الترجي، لكان عصام الشوالي قال بقى ايه، لولا وجود الاهلي لصار الانديه التونسيه شان اخر. لولا وجود الاهلي لكان للانديه المصريه والتونسيه وكان تاريخ تاني اتكتب، وكانت فرق بقت في وضع تاني، الجميع يدور في مساحه الوصيف، والنادي الاهلي هو كبطل.